اهلا بكم في حلقه جديده على قناه موروكن كار درايفر. بالنسبه للناس اللي اول مره تيشوفوا لاشين اختصاصيه في عالم السيارات لي تيست درايف لي بريباراسيون اوتوموبيل، الناس اللي كيزيدوا دي تروك في الطوموبيل تما تندوزوهم عندنا في لاشين. مي اليوم عندنا واحد تيست درايف اكسبسيونيل بحال اللي درنا في الحلقه اللي فايته، غير الطوموبيلات الجداد اللي تيكونوا في لي كراج اللي حدايا هنايا في الخدمه ديالي، كنشوفوا هذاك الشيء اللي داخل جديد ولي زوبسيون اللي فيهم. مي الطوموبيل ما غنسوقوهاش حيت باقا 0 كيلومتر. لا فولكسفاغن غولف اللي بدات في 1974 رسمها الرسام المعروف الايطالي جورجيارو، وفيها في لي جينيراسيون الاولى والثانيه والثالثه وبداو كيحطوا دي موديل باغ اكزومبل جي تي اي جي تي دي الار. المهم توصلوا دابا حتى الموديل غولف 8 فيها حتى جي تي اي جي تي دي الار لاين. الار هي لا بلو بيسونت. اليوم غنتيستيو جي تي دي لا بلو بيسونت اللي كاينه في لي ديزل. الغولف 8 جي تي دي اللي متهج بزاف الناس تيسالو تيشوفوا له لوك كيفاش غتخرج، كيفاش غتكون ديفيرونت على الموديل اللي قبل. اول حاجه تلاحظوها اللي عقلتو على لا كالندر، الخط اللي كان في 7 و 7.5 كان لتحت ومربطوه لفوق، دونك لا كالندر رجعت صغيره. لي زوبتيك حتى هما تغيروا ولاو هابطين شويه من هنا ولاو رقاق على الغولف 7. لي زوبتيك تيخرجوا بالماتريكس ليت جي تي دي، فيهم هاد لاسين هادي ديال اي كيو لايت باش كتعرفوهم. غنهبطو لتحت، الباشوك اغريسيف في حله كبيره، ما بقاتش كاين ها الباشوك وهذه كامله كري. وهنا كاين لي زونتي بغوياغ اللي فيهم خمسه ديال لي بحال لي كوب، غنحاولو راه غنشعلوهم غنوريكم كيفاش دايرين. في الايرلاين ما كاينينش لي زونتي بغوياغ، حتى في الاير وقيلا ما كاينينش. المهم هادو كاينين في جي تي دي و جي تي اي. واحد الحاجه اللي جديده ان لا كالندر في واحد لا بوند ليد، هاي واحد البوند ليد هنايا كتشعل، مي هادي اون اوبسيون يعني ما كتخرجش في جي تي دي كاملين. نحاول نصورها مزيان وغنبين لكم الديتاي ديالها كيفاش كتعطي لو لوك ديالها ملي تكون شاعله هي والخط اللي كاين الفوق. بالنسبه للديزاين ديالها في لي كوتي كتشوف كاين واحد لالين طويله غادا حتى اللور. هنا لي لوغو ديال جي تي دي اللي تبدلوا ولاو كبار. الحلان فيها الكيليس باش كتحل وكتسد، هنا كتقيس ها هي تسدات. لي باد كيس ديال جي تي دي القديمه كانوا شويه صغار من هادو، نعرفهم بحكم كنبيعوهم، ولاو هادو كبارين شي شويه. لي جونت ديال 19 بنو بريدجستون. لولوك ديال لي جونت شويه فيتوريست، ما كناش مولفين هاد اللولوك هذا بزاف في لي غولف. غنهضروا على الداخل، الداخل اللي فيه بزاف ديال الحاجات. غنبداو بعدا حاجه لي سياج كونفورتابل، بحال دي سياج باكي، نقولوا دي سياج باكي فول الكتريك، يعني تهبط ها انت طلع باش كتزيد لقدام ترجع اللور باش كتخرج هادو تتزيرهم. عاد سياج ميموار فيه ثلاثه ديال لي شوا مور لو سياج. غنشوفو لا بلونش دو بور ديالها اللي عقلتو على الغولف 7 اللي كان ليكرون لتحت. ولفنا الغولف 7 كلاسيك بالكونتور هنا عادي، من بعد 7.5 داروا الديجيتال، هذا شويه مغير كيبان لك ليكرون تقريبا قريب ل 7.5، مي هذا ليكرون ديالها برينسيبال ولا الفوق. الطوموبيل راه مازال بالالمانيه، راه غنتقاتل معاها. غنجيو لهنا لي بوطون على اليسر كاين هنا باش طاكسي الى بعدا باش كتريكل الطو، سوا اوتو سوا كتشعل الطو سوا الفيوز. تحتها كاين لونتي برويار ديال القدام، حداها لونتي برويار ديال اللور، وهادو باش كتسخن سميتو باش كتسخن لا لين طاريير الزاج ديال اللور ملي تكون ضبابه ولا شي حاجه. غنشوفو الكوكبيت ممكن تحكمو به من الفولون. الفولون عامر، المهم بلي كوموند ديالو. غنجيو هنا على اليمين كاين الميمو فوكال باش تهضر معاها، كاين واحد بوطون ديال اوكي الا كان شي حاجه بغيتي تخليها باغ اكزومبل. كاين الفولون شوفو بوطون على اليمين كاع لتحت، كاين هنا الفيو الا كانت فيها جي بي اس مغرب. كاين لي بوطون باش تدوز موسيقى ولا الراديو باغ اكزومبل. وغنجيو على اليسر ريغولاتور ادابتاتيف ديسترونيك،
الاس اس سي ديالها ما معروف عند فولكسواغن بالاس اس سي كاين البوطون الفوقاني باش كتشعلو كاين باش كتاكتيفو باش تحيدو كاين هادي باش كتزيد لا سونسيبيليتي ديالها واش تفراني بعيده بزاف بشحال من متر وهادشي اون فوا كتكليكي عليها راه كتعطيك بعدا واحد الطوموبيل باش كتعرف راسك بشحال ديال المسافه بعيده عليها كاينه السيت هي عندها علاقه بالاس اس سي ولتحت هنا باش تنقص الموسيقى وتزيدها الفولون شوفو اول مره صراحه نشوفو في الجولف ما عمري صراحه شفت شي جولف اخرى نجيو ليكرون برينسيبال ديالها تحتو كاين لي بوطون ديال لاكليم بلي كلشي تاكتيل وكاين كاين فيها حتى الجيستويل باش تدوز لي باج هنا كاين باش كتزيد لا تمبيراتور ولا شي حاجه وهنا باش كطفيها وكاين باش تزيد حتى الصوت المهم كلشي تاكتيل كلشي تاكتيل المنيو ديالها مازال بالالمانيه نحاول نفهم شي شويه هنا امبيونس هذه باينه ديال سميتو ديال لوميير دومبيونس لوميير دومبيونس راه فيها الالوان بزاف نحاول نبدل شويه كتحاول كتزيد هنا من الصفر غادي للخضر باغ اكزومبل كتمشي حتى للزرق والجن كاع كان بالاحمر والضوء بالزرق لوميير دومبيونس اللي لاحظت انا هي كاينه هنايا وكاينه في البيبان اللور والقدام وكاينه هنايا حتى في البلاصه فين كتحط التليفون هنا يبان لي كاين فيه لا شارج اندكسيون مكتوبه واحد الجولف هنايا كتهبط كتلقى البومو دو فيتيس الصغيور اللي كاين في سيات ليون وكاين حتى في الاودي وكاين حتى في البورش حتى هما حتى كاين الهول ديال فرانام باش اون فوا كتكسيرها راه كيتطلق راسو وهنا البوطون باش كترد فرانام وهنا بي حيت في البومو دو فيتيس كاينه ار ان ودي بي كاينه الفوق وكاينه ستارت انجن باش كديماري انا نديماريها من كديماريها بعدا كاين واحد الحاجه تغيبانو نمشيو حنا لي مود باغ اكزومبل ها هي هنا كاينه لا كليم ديجيتال نمشيو حنا لي مود كاينه مود ايكو كاين مود كونفور مود سبور وكاينه انديفيديوال تقدر تغير فيه كيما بغيتي نديرو هاد فيو نشوف شنو يبان لينا عطانا هذاك الكونتور زوين فيه جي تي تي مكتوبه و لي تور بار مينوت ونقدروا نبدلوه لي زانفورماسيون اللي تيعطيك هنا كتطلع كدوزهم باغ اكزومبل هنا رجع هنا باش كيعطيك كيلومتراج ديجيتال العداد زعما ديالها العداد رقمي هنا معلومات اخرين كيعطيك على الكونسوماسيون ديالها اللي قلبت لقيتها 4.4 ميكست اللي عاطي الكونستركتور لا كودوار تحتها واحد البريسه صغيره وحده لا كودوار هنايا كاين فين تشارجي التليفون 12 فولت وهنا واحد بورت غوبلي مي فيه واحد اللعيبه كتبرك نزيدو واحد الحاجه واحده اخرى هي لا سونو بانت لي راهي مكتوبه ارمن كاردون لا سونو واعره ديال ارمن كاردون راه بزاف كيعرفوها كاين جوج ديال لي تويتر في الجناب والبيفان هنايا في البيبان والبيفان في البيبان اللور حتى هما هي 4 6 وزيد واحد هنايا وزيد عاد كاين سوبوفر في الكوفر ما هضرت لكمش على هيد اب ديسبلاي حتى هو راه كاين فيها حتى هي المهم تيكون اون اوبسيون وبالنسبه للديسترونيك الاس اس تي ديالها راه ولا جو بونس ولا في اللوغو ديال ولا في اللوغو حيت قبل في الجولف 7 كان لتحت في لا غري سنترال بالنسبه للكراسه ديال اللور نجلسو نشوفو واش مرتاحين صراحه كاين مرتاحين كاين ليسباس كاين واحد غابيل ديال الكراسه ديال القدام هنا كاين جوج بلايص تخبي فيهم شي حاجه باغ اكزومبل وكاين حتى بلاصه هنايا هادو عاد زادو ما عمرني شفتهم صراحه هنا كاينه حتى باش تحكم بلا كليم وكاينين جوج ديال لي بور ديال يو اس بي سي لوميير دومبيونس باغ كونتخ البيفان هنا كاين لي تويتر ولي باف هنا هادو ما بانو لياش دونك اون توتال 4 لي تويتر 4 البيفان وباف لهيها وسوبوفر اللور البلاصه هنا بعيده دونك كاين واخا بنا ميكون طويل شويه راه مازال بعيده لوميير ديال الداخل كدوز كتطفى كدوز كتشعل بالنسبه للديزاين ديال اللور اللي هو تبدل بزاف ان تشوف لامال كبيره ديال الجولف 7 عريضه عليها عطاتها واحد اللوك سبورتيف جي تي دي ولات مكتوبه تحت لانسين ديال فولكسفاغن اللي كانت مكتوبه في الجنب غنحلو الكوفر ديالها تقريبا بحالو بحال الجولف 7 هنا غنلقاو الرويضه ديال السكور وهنا كاين السوبوفر ديال لاسونو
ارمن كاردون اللي غنهضروا عليها ملي غندخلوا لداخل بوطون كاين هنا ديال لاطاش رومورك بغيتي تدخلوا عاوتاني دير كذا وكتكمل ليه الدوره ندير واحد الحله نشوفوا لي فو ملي كيشعلوا المهم ستيني على الديناميك لي فو اغيغ ليد تا هما اي كيو لايت فيهم واحد الملوك واعر اكثريه في الليل بارشو كارير بالديفيزور غير هو الديفيزور ولا غادي حتى الجناب ولا كبير شويه ماشي بحال ديال جي تي دي كان رقيق من هنايا لي زومبو تا هما ولاو كبارين واحد شويه غنجيو حتى لشي حاجه مهمه بزاف حتى هي الموتوريزاسيون واحد الملاحظه كانوا داروا لها لي زامورتيسور قلت انا احسن موتور 2 لتر 200 دالخيل اللي قبل كانت 184 دونك طلعوه ل 200 دالخيل في الكوبل 100 في الكوبل فيه 400 نيوتن متر توب سبيد عطينها 245 كنظن بان الحلقه سالت واني واحد الحاجه كنت غنقول لي الثمن الثمن على حسب لي زوبسيون باغ اكزومبل هذه دايره 60 مليون على حسب لي زوبسيون اللي انت كومونديتي فيها حيت اذا كان بزاف ديال لي زوبسيون تقدر الطوموبيل تفوت كاع 60 مليون تبدا تكون عجبتكم الحلقه واللي عنده شي سؤال يخلي ليا في الانستغرام شكرا لكم.